نتحدث بلغة الاقتصاد دائما. فقد قفزت المبادلات التجارية بين ولاية فيرجينيا رابع شريك للمغرب من بين الولايات الأمريكية، قفزت من 70 مليون دولار إلى 160 مليون دولار في ظرف سنتين ما بين 2006 و2008. واجهة البيضاء البحرية كورنيش عين دياب بوجه جديد. أشغال التهيئة ماضية الآن، فالمشروع ضخم وقد رصدت له ميزانية مهمة تقدر بحوالي 100 مليون درهم. في انتظار انتهاء الأشغال، تراجع تجاري يسجله معظم أرباب المطاعم والمقاهي. الريبورتاج نادية اليوبي وعماد المكي. عبد الله واحد من بين الذين تضررت مشاريعهم بفعل اشغال تهيئه شاطئ عين الذئاب بدار البيضاء. الاشغال حالت دون توافد زبناء مطعمه بالشكل الذي اعتاد عليه من قبل، فاضطر الى اداء رواتب عملهم من جيبه الخاص. ليس عبد الله وحده من عانى الكساد، بعض المقاهي اضطرت الى تسريح عمالها ولو بشكل مؤقت. تعطلوا بزاف واش ما خدموش، ما كيسربيوش داك الشيء، ما تعطلوا عليه على داك الشيء من شهر 11 وهو ما خدام بهذا الشيء، ما كاين والو. كيفاش كنتي مع الخدامه ديالو؟ خدامه كيعرفوا يتخلصوا، الشخص يتخلصوا، ولينا كنخلصوا حنا من جيبنا. واخا كانت كاع الشتا كانت وداك الشيء، المهم الدراري كي يعني كاين شويه الحركه، كاين شويه ديال الناس، ولكن دابا وقفنا كاع بحال ما بقى والو. انت كتشوفي القهوه كيفاش دايره خاويه. يؤاخذ المهنيون بكورنيش عين الذئاب على مجلس المدينه انه لم يتواصل مع المستثمرين حتى يتمكنوا من وضع خطه عمل تكيفهم مع الوضع الجديد كالنظر في عدد العمال وكيفيه اداء اجورهم. هذا الاستثمار اللي دار راه من جيب المواطن ومن جيب الضرائب ديال المستثمرين، ولهذا هذا طلب خاص بالنسبه للناس التجار، بحكم انه هذا العمل اللي خلص وقت كثير واثرات على الجانب التجاري ديال التجار. كنطالبوه من هذا المنبر هذا على اساس انه على الاقل يعفيهم من هذوك الضرائب اللي كيخلصوا في كل 3 شهور، يعني ما يسمى بالديبي دو بواسون او يعني وضرائب اخرى اللي مترتبت عليهم على اساس انهم مشتغلين بطريقه عاديه، مع انهم كاين اغلبيه فيهم كل شيء سد المحل ديالو. شيء ايجابي ان تتم اعاده تهيئه كورنيش عين الذئاب، فهو قبلة عدد كبير من ساكنة البيضاء، حيث يستقبل في فترة الصيف حوالي 900 ألف نسمة خلال 24 ساعة. لكن الأشغال إن طالت فسوف تكبد المستثمر خسائر ثقيلة، حيث تراجع حجم معاملاتهم بنسبة 90%. غنكون إن شاء الله في الموعد اللي هو البداية ديال الموسم ديال الصيف. في أي شهر تقريبا غادي نقول للمهنيين أنهم؟ إحنا إن شاء الله تنتوقعوا بأنه في شهر ماي غادي نفتحوا الطريق، وغادي نحاولوا المسائل الكبرى بعدا غنحاولوا ننجزوها، وعلى بالناه في البدايه ديال شهر يونيو ان شاء الله غادي تبقى لنا دوك الفينيسيون الصغيره. لم يعد يفصلنا عن فصل الصيف سوى اشهر قليله، وهذا يتطلب جهدا وحزما من لدن المسؤولين ومن لدن العاملين على حد سواء.